سؤال ثاني المطلوب عندي هنا انه صمم فلتر من الدرجة الرابعة باستخدام النوع فلتر نوع بيتر وورد باستخدام تقنية الفولتج كونترول فولتج سورس. الفلتر من الدرجة الرابعة لو باس فلتر بتردد القطع مقداره 1 كيلو هرتز. زين هسه اول خطوة ابدي بها انه انا ارسم الفلتر حتى اميزه النوع مالته. انا عندي بهذا النوع اقدر استخدم طريقة الفولتج كونترول فولتج سورس لتصميم فلتر من الدرجة الثانية. فالنوع مالتنا هذا او الدائرة انه انا عندي مقاومة شكل ان يكون عندي مقاومة هذه يعني بداية التصميم ادخال راح يكون عندي مقاومة ثانية اوب امب. هذه المقاومة مالتنا هي الار 1 هذه المقاومة اللي هي الار 2 عندي متسعة هذه متسعة بالفيدباك هذا الى كي وهنا راح يكون عندي متسعة ثانية اللي هي السي 2 هذا سنانة عندنا الاخراج هذه المتسعة هي عبارة عن سي 2 هذا هنا أنا عندي الاوتبوت في اوت هذا الفي ان هنا أنا عندي السي 1 هذا سن شنو هذا يعطيني سكند اوردر لو باس فلتر باستخدام الفولتج كونترول فولتج سورس. المعطيات اللي عندي بالسؤال هنا أنا طبعا هنا قلنا الشكل هذا متصل راح يكون عندي تردد المعلوم او المطلوب تصميمه هو 1 كيلو هرتز. زين هذا يعني ان مقدار قيمه الاوميجا نوت راح تكون هي عباره عن 2 باي في 1 فصير عندي 2 باي ريدن بير سكند هذه 1. زين بالمقارنه مالت المعادله مالت اللي هنا باعتبار عندي الترانسفير فانكشن هذه جاهزه مالتها فلازم احدد المعادله واستخدم الديزاين بارامتر. الديزاين بارامتر مالتي اللي استخدمها ان مقدار قيمه الاوميجا نوت هي عباره عن 1 على جذر قيمة الار 1 قيمة الار 2 سي 1 سي 2. زين هذه منها من عدها راح استخرج هذه استخدم هذه المعادلة بالتصميم راح يكون عندي قيمة الاوميجا نوت اربع طرفي المعادلة يعني حتى تخلص من الجذر راح يكون عندي 2 باي تربيع يساوي 1 على قيمة الار 1 ار 2 سي 1 سي 2. زين راح افرض قيمة المتسعات اقول انه افرض قيمة السي 1 تساوي لي قيمة السي 2 وتساوي لي راح اخذها 1 مايكرو فاراد فمن هذه المعادلة اعوض هنا راح يكون عندي 2 باي كل تربيع هالشكل تساوي لي 1 على ار 1 ار 2 افرضت قيمة المتسعات وافرض مقدار قيمة الار 2 تساوي لي 1 كيلو اوم فبن هذه المعادلة راح استخرج منه السنانة بقى عندي مقدار قيمة الار 1 كمعادلة باعتبار صار عندي معادلة بمجهول 1 استخرجها استخدمها ومن عندها استخرج مقدار قيمة الار 1 هذه 1. زين الخطوة الثانية الجين بالسؤال مالتنا راح افترض انه مقدار الجين بالنسبة لنا للاوب امب هذا الاوب امب راح افرض مقدار قيمة الكي مالته 2 هذا يعني ان مقدار قيمة الكي هو عبارة عن 1 زائد مقدار قيمة الار بي ار اي على الار بي ار بي على الار اي تساوي 2 من عندها راح يكون عندي مقدار قيمة الار اي تساوي لقيمة الار بي اللي هي المقاومات اللي موجودة بالاوتبوت بالنسبة للدائرة مالتنا. زين بعد ما نكمل التصميم شنو مطلوب من عندي انا الفلتر من الدرجة الرابعة هذا درجة ثانية فبالتالي اقول اذا الدائرة مالتي الفلتر من الدرجة الرابعة راح يكون هو بهذا الشكل ان كل ستيج الاولى هي عبارة عن سكند اوردر سكند اوردر لو باس فلتر هذا الاول الى ادخال راح اسميه اي و اي ان الاوتبوت مالته راح اسميه اي اوت 1 وراح يكون بعدها ادخال على ستيج ثانية اللي هي سكند اوردر لو باس فلتر والاوتبوت هذا هو الاوتبوت بالنتيجة راح يكون هنا التو ستيج هي عبارة عن فورث اوردر لو باس فلتر باستخدام تقنية الفولتج كنترول فولتج سورس. هذا نموذج سؤال ثاني.